جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من لبنان. متحف فريد من نوعه بيضم قرابة 3000 حيوان محنط ويعتبر من أهم الأماكن السياحية بالبلاد. هالحيوانات مانها مصطادة، هي بيتقنها صاحب المتحف عبر شبكة من العلاقات مع حدائق الحيوانات. ومكفيين على لندن، نقل التجمعات بيعكس حضارة وتطور المدينة، مترو الأنفاق أو التيوب، حكاية طويلة من لندن لشبكات حديثة بالعالم، ومن البخار للطاقة الكهربائية والشمسية يلي مر على إنشائها حوالي 158 عام. وبجولتنا الأخيرة حنروح على الصين. افتتاح مطعم يعمل بالروبوت لكن بطريقة غريبة، لأن نظام الحزام الناقل بمر عبر سقف المطعم وبيحرك الصناديق الوردية ذهاب وإياب ليحمل الطعام من المطبخ لفوق رؤوس الزباين وتوصيلها لطاولات.